المنتخب الاولمبي مش عايزين ننكد عليهم. هنربط يا احمد، عارف هنربط ليه؟ بالعكس احنا هنربط، لان لما نتعلم من الصغيرين يبقى مش عيب، لان هم هنا وقتها كبار. عايزين نتكلم على حاجه بقى مهمه جدا ومختلفه. كنا بنلقي بعض الهجوم الفني على كابتن حسام البدري فيما يخص طريقه اللعب والتدرج بالكره، جبنا حاجه يا احمد اللي هي فكره التوب لينكد. دي حاجه من الوسائل اللي بتعتمد عليها الفرق العالميه او التحليل الرقمي والفني بشكل عام حاليا، عشان انت تبص على مسار الهجمه من خلال فكر المدرب، من غير ما انت حتى تكون استعرضت بشكل كامل التدرج بالكره عامل ازاي. عشان نوضح للناس، الثنائي اكثر ثنائي اكثر ثنائي تبادلا للتمريرات. هنبص المنتخب الاولمبي على سبيل المثال قدام الكاميرون، كان الثنائي الاكثر تبادلا للتمريرات هو رمضان صبحي واحمد فتوح، الليفت وينجر والفول باك اللي بيلعب ناحيه الشمال. تاني ثنائي اكثر تبادلا للتمريرات كريم عراقي وعبد الرحمن مجدي، الرايت وينجر والفول باك اللي بيلعب ناحيه اليمين. ده جابيتي. المنتخب الاولمبي، اذا هنا ده منتخب اكثر تمريرات ليه بتكون على الاطراف في تحرك ليس عرضي طولي، وانما تحرك طولي. بننتقل بشكل طولي، هنيجي للمنتخب الاول. كان عندنا اكثر تمريرات هي التوب لينكد بين محمود علاء واحمد حجازي ب 30 تمريره امام كينيا. ليه جبنا كينيا والكاميرون؟ المباراتين على ملعبنا، ما رضيناش ناخد جزر القمر، لان برضو فنيا دي للامانه الفنيه مباريات خارج الارض ممكن انت تكون عايز تحضر كتير ورا، فاحنا لا رحنا للمباراه اللي كانت على ارضنا. تاني حاجه محمود علاء وطارق حامد، بتتكلم على السنتر باك بيلعب للديفنسيف ميد فيلدر 27 تمريره. نرجع بقى هنا عشان نتكلم في الفرق. الفرق ان انت تمريرك في المنتخب الاولمبي زي ما قلنا تمرير طولي من على الاطراف، بتفتح الملعب وبتتحرك بشكل هجومي والتدرج بالهجمه امامي. على مستوى المنتخب الاول على ارضك امام كينيا اكثر ثنائي تبادلون للتمريرات 30 تمريره احمد حجازي ومحمود علاء، تمرير عرضي بتتكلم في خطك الخلفي. تاني تمريره وهي ان السنتر باك بيفكر ما يخرجش للاطراف، لا ده بيخرج على الديفنسيف ميد فيلدر اللي هو محمود علاء لطارق حامد 27 تمريره. لما اتكلمنا قبل كده وقلنا التدرج بالهجمه فيه كارثه في منتخب مصر، كان البعض بيتكلم طب يا جماعه ايه هي فكره التدرج بالهجمه؟ حبينا نديكم مثال انت بتبني هجمتك ازاي ومين اكثر ثنائي بيتحرك. ملحوظه يا احمد، شايف ان هي بتعكس حاجات كتير جدا داخل المنتخب الوطني، واعتقد قبل ما الجهاز الفني يقول انتقادات غير عقلانيه محتاج يجيب محلل اداء. شفنا الرائع محمود سليم الصديق اللي انا فعلا بستمتع بتحليلاته، اللي كان ليه دور مع اللجنه الفنيه في اختيارات اللاعبين داخل النادي الاهلي، وحاليا كان ليه دور مع المنتخب الاولمبي. تقدر تساله وتفهم منه ازاي دي حاجه مهمه جدا وازاي المنتخب الاول بيفتقد ده. القصه يا جماعه مش بالحماس ويلا بينا يا شباب وفي النهايه ما بنحققش حاجه. كانت ملحوظه مهمه جدا، غير حاجات كتيره جدا سلبيه في المنتخب. اكيد عندنا برضو زميل ايمن محمد محلل اداء، وهو دايما عقل المباراه في يلا كره، كان برضو عنده نقاط سلبيه كتير جدا لدرجه وصلت بيه ان هو قال اللي احنا شفناه في منتخب مصر ده بنواجهه في فرق درجه ثانيه، يعني اخطاء سلبيات دي يا احمد. هي الفكره في فرق درجه ثانيه. بيخرج كابتن حسام البدري بيقول ان احنا ما بنتحدث بعقلانيه، وانا واقف عند تصريحين لكابتن حسام البدري قالهم مع موقع في الجول، بتدل ان انا شايف ان كابتن حسام البدري نتيجه كسر الضغوط حتى تصريحاته منطقها غاب عنه كتير جدا. بمعنى ان كابتن حسام البدري بيقول ان توقف الدوري ال 40 يوم اضر بنا كثيرا واضر بالكثير من اللاعبين، فقدوا حساسيه المباراه والجاهزيه. رجع كابتن حسام البدري في التصريح اللي بعده خالص او التالي ليه، اتكلم ان احنا تم تعييننا قبل فترة قصيرة من بداية المنافسات ولم نجتمع سوى في معسكر وحيد، وهذا تسبب في مشكلة في تحفيز اللاعبين طريقة اللعب. طب نفتح الباب ولا نقفله؟ التوقف أضر بينا، بس احنا كنا محتاجين تحضير اكتر ومحتاجين اللاعبين يتجانسوا اكتر. اعتقد يا كابتن ما هو يا اما احنا عندنا مشكله في فهم التصريحات وهي مجتزئه، يا اما التصريحات متناقضه، يا اما في علم كوره جديد احنا مش متابعينه، وان كان الكوره بقت سهله جدا في العالم وبنتابع كل الدوريات العالميه وتصريحات
المدربين وتنقلاتهم، تقدر تشوف المؤتمر الصحفي لجوزيه مورينو وانتقاله لتوتنهام، وكان فيه تصريحات كبيره جدا على طريقه انا مش هعمل الاخطاء اللي عملتها قبل كده، انا مع توتنهام هعمل اخطاء جديده. لو التصريحات فكاهيه بالشكل ده ممكن نتقبلها، انما لما بنتكلم على مستوى الاعداد اعتقد يا احمد التناقض في التصريحات غير مفهوم. كابتن حسام البدري محتاج يقفل شويه ودانه ويسيبه من اللي بيتقال في السوشيال ميديا، ويسيبه من اللي بيتقال في الاعلام، لانه خرج بتصريح غريب. ده بيقول انا هرد في اللي جاي، انا هرد. وكابتن حسام بدري محتاج يعيد حساباته، لان اعتقد من وجهه نظري الشخصيه اللي شفناه مع منتخب مصر في اي مباراه سواء وديه او حتى الرسميه شيء بعيد تماما عن اي امور فنيه. في ازمه كبيره جدا، المساحات حتى فارس المساحات بين الخطوط غير طبيعيه، مش مهمة جدا. من اول مهاجم لاخر لاعب مساحات مش ممكن تكون دي، حتى ما كانتش دي طريقه الكابتن حسام بدري لما كان في النادي الاهلي. يعني انت لما كنا في النادي الاهلي كنا بنشوف في كومباكت بيحصل، كنا بنشوف دايما الاجنحه بترجع، احنا مش شايفين اي حاجه في منتخب مصر تدل على ان في فكر فني. فاعتقد الكابتن حسام بدري يا ريت ما يركزش مع المنتقدين، لان انت في النهايه الجمهور بينتقد على حسب الاداء وعلى حسب النتيجه. حضرتك في العالم كلها والصحافه في العالم كلها، دورك ان انت يعني تظبط الاداء وتحقق نتائج، لان ده الدور اللي حضرتك جيت من خلاله. اما اذا يعني او اذا بقى يعني لو انت في مشكله مع اللاعبين، لان انا برضو مش عايز برضو اعزل اللاعبين عن الصوره، وعايز اقول للاعبين اللي كانوا موجودين تحديدا في جزر القمر، شفتوا جماهير نزلت ارض الملعب ازاي عشان بتتعادل مع المنتخب الكبير اللي حضراتكم دلوقتي بتمثلوه، لكن هم مش نازلين عشان حضراتكم بتمثلوا المنتخب حاليا، لا ده نازلين لتيشيرت منتخب مصر اللي هو الفريق الاكبر في القاره، فلا بد انكم تكونوا واعيين ده تماما، وتكونوا على قدر اكبر منتخب في القاره، لان اللي احنا بنشوفه ده مش على قدر خالص اكبر منتخب في القاره. اكيد الدور الفني عليه عوامل كتيره جدا، لكن احنا قلنا في حاجات كتير جدا ممكن تعوض الغيابات الفنيه دي او التاثير الفني، منها الروح والحماس والرجوله، حاجات احنا للاسف حتى الان مفتقدينها مع منتخب مصر. ومش ممكن ابدا تاثير غياب لاعب ولا يكون حتى صلاح يوصلنا المرحله اللي احنا شفناها امام كينيا او امام جزر القمر. فمحتاجين زي ما المدير الفني راجع حساباته، محتاج كمان اللاعبين تراجع حساباتهم، عشان ما يوصلش للمشاهد ان في ازمه عدم ثقه او عدم اقناع تجاه من اللاعبين تجاه المدير الفني. وده اللي المفروض ان الكابتن حسام البدري يعكف على دراسته ويكون مقنع لاعبيه بتنفيذ الافكار بتاعته قبل ما يتطرق للسوشيال ميديا ويتطرق للانتقادات، ويبدا يوزع التهمات على ان من ينتقد كابتن حسام البدري بلا وعي. دي كانت مش عايزين نطول يا فارس في موضوع المنتخب، احنا عايزين نطول وعايزين ننتقل لحاجه تفرح الناس.